انتظر الكثير من الأشخاص معرفة الأجور الخاصة بالفنانين في المسلسلات، ولكن لا يعرف أحد ما إذا كانت الأجور مثل رمضان الماضي أم أعلى أم أقل. والآن سنتناول تفاصيل أجور الفنانين في رمضان 2019. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لمزيدا من العطاء والتألق. أجور الفنانين في رمضان 2019. تتراوح أجور الفنانين في مسلسلات رمضان 2019 من 65 مليون إلى 5 مليون، وكان عادل إمام في القمة العام الماضي متصدرا الإيرادات وأعلى نسبة مشاهدة، وكان أجره حوالي 65 مليون جنيه مصري، ويليه الفنان محمد رمضان بأجر 45 مليون جنيه مصري. ولكن في هذا العام قام الفنان عادل إمام بتأجيل مسلسله فالنتينو لظروف ما، وبقي الفنان محمد رمضان على القمة بمفرده، وسوف ينافس مع كل من أمير كرارة على مسلسله كلبش الجزء السادس، وولد الغلابة مسلسل لمس أكتاف، ومسلسل البرنسيسة بيسا، والكثير من المسلسلات الدرامية الخاصة برمضان 2019. ويتوقع المشاهدين لمسلسلات رمضان هذا العام أن الأجر القوي سوف يكون للفنان محمد رمضان، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان مثل السنة الماضية أم أقل أم أعلى، خصوصا أن جميع مسلسلاته لها نسبة مشاهدة عالية ومسلية، لأن الجمهور المتابع له يفضلون مسلسلاته أكثر من أي نجم آخر. ولكن ولكل ممثل الأجر الخاص به وفقا لشهرته ونجاح مسلسلاته، مثل العام الماضي فكان الفنان أمير كرارة في مسلسل كلبش الجزء الثاني حاصل على أجر 15 مليون جنيه مصري، فتضاعف أجره عن مسلسل كلبش الجزء الأول فكان يحصل على 7 مليون جنيه. ولكن في الموسم الثالث من المسلسل من المتوقع أن يزداد الأجر، كما أن الممثلين الآخرين سوف تضاعف أجورهم بسبب النجاح الباهر لهذا العام المتوقع في 2019.